حلو فكرة يعني. بس بالعكس جميل صراحة. ثانك يو، ميرسي لك لوجين، ثانك يو. صبايا أنا هلا خلصت الجلسة، كثير كانت حلوة بصراحة. هلا رح أجاوبك على كل أسئلتكم. أول شيء هاي الجلسة مدتها من 20 ل 30 دقيقة، إحنا فينا نمارسها مرتين بالأسبوع، بس هي ما بتغنينا عن الرياضة اليومية أبداً. ها؟ سو فينا نسبح، نعمل يوغا، نروح على الجيم عادي. وبخصوص انه هي بتنحف او ما بتنحف، اكيد بتنحف، بس معها لازم انه احنا نحافظ على اكلنا، تمام؟ غير انه هي بتناسب كل الاعمار فوق سن 18 سنه. بس ذاتس ات، يلا باي باي.